يا هلا مرحبا. نتحدث طبعا نحن في هذا المكان راقي جدا من جمال طبيعه، مدينه بلاكسبرغ بولايه فيرجينيا بالولايات المتحده الامريكيه. نتحدث عن الماء الساخن وعلاقته باحراق السعرات الحراريه، اي البدانه وتخلص من الشحوم الزائده والى شهذه. سنجد ايضا اي شيء نتحدث عن الطب البيولوجي اي الطب البشري، نجد ان العناصر التي يتكون بها الماء الساخن هي الاساس، يعني الماء والطاقه والهيدروجين والاكسجين، وهذه كل العناصر لا تتم تفاعلها الا من خلال الماء الساخن. بالنسبة للسعرات الحرارية، نحن نعلم بأن الناس الذين مهتمين بالصحة يهتموا بالنظام الغذائي السليم، لكن يحاولون أن يتناول الطعيمة أقل سعرات حرارية، ومكتوب طبعا تجدون في الأغذية وكذا في المعلبة أو الشهادية، وتجدوا أن كل نوع من الأكل وبكمية معينة فيه سعر حرارية معينة. عموما يعني السعر الحرارية، حتى ممارس الرياضة يعني يقول لك احرق الشحوم أو كسر السعرات الحرارية، احرق سعرات حرارية ولا شيء، لكن يعني في سواء في التمثيل الغذائي أو في ممارس الرياضة ولا شيء، هذه عوامل أخرى وجدنا بأن شيء مهم جدا. وعندما بحثنا عن ما هو التعريف العلمي للسعر الحرارية، ستجدون من السعرة الحرارية تجدون أن الماء والحرارة متصل بعض البعض، يعني ما تعرف بالسعرة الحرارية. السعرة الحرارية هي الطاقة التي يحتاج الجسم عند رفع درجة حرارة غرام واحد ماء من 14.5 إلى 15.5 درجة مئوية بس. إذن عندما نمارس تمارين رياضية، جسمنا 3/4 جسم الإنسان ماء، بالتالي يولد شيء اسمه طاقة حركية. هذه الطاقة الحركية هي التي تولد حرارة في جسمه، وكل غرام واحد مع كل درجة مئوية هي سعرة حرارية واحدة. بالنسبة للتمثيل الغذائي، الأطعمة التي نتناولها هي طبعا أنزيمات، هي تقوم بعملية تعرف على ما مكونات هذه الأغذية، أي نوع من الأغذية نحن نتناول والمشروبات، سواء أغذية يعني اللي هي غنية بالمواد البروتينية، تقوم بالأنزيمات بكسرها إلى أحماض أمينية وهي مفيدة للأنسجة، لبناء الأنسجة وصحتها. بالنسبة للكربوهيدرات، مواد كربوهيدرات مثل الخبز والشهدي، تقوم الأنزيمات بكسرها إلى السكر في الدم، والدهون إلى أحماض الدهنية تقوم يعني هذه الأنزيمات بكسرها، وبالتالي استخدام هذه الأحماض الدهنية والجلوكوز ك يعني مصدر لإنتاج الطاقة، فإما تخزنها وتستخدم عند الضرورة، يا إما تستخدم في نفس الوقت عند أثناء التمثيل الغذائي، أي إنتاج الطاقة للجسم للخلايا. وبالتالي كون إنسان مكون من 100 تريليون خلية، فكل خلية تعتمد على 4 عناصر، أي الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. بالتالي لما نحن نستمتع بممارسة التمارين الرياضية ونستمتع بتناول كمية يعني نظام غذائي سليم، هذا كله مفيد، لكن وأيضا فوائد الشمس، هاي كلها مفيدة، لكن تستخدم كمية هائلة من المياه في جسمه، يكون على حساب المياه في جسمه، فيحصل إيش؟ جفاف. إذا تنتج طاقة الجسم للخلايا بس بيحصل جفاف للخلايا، يعني جسمي يجف من السوائل أو من المياه. بالنسبة للماء الساخن، يقوم بعملية نقل الطاقة مباشرة إلى الجسم. لو نرجع لقانون ديناميكية الحرارة، القانون الأول، تنتقل الطاقة من جسم الحار إلى أقل حرارة، فالطاقة لا يمكن خلقها أو تدميرها، فتنتقل الطاقة من جسم إلى جسم أو من جسم حار إلى جسم بارد. حرارة الماء الذي نحن نوصي يكون طبعا أكثر بكثير عن حرارة الجسم، أي بمعدل 50 درجة مئوية، جسم الإنسان 33.5 إلى 37 درجة مئوية، وهنا تنتقل الطاقة بنسبة 13 إلى 13.5 نسبة مئوية، درجة مئوية، فبتنتقل هذه الطاقة إلى الجسم، فبالتالي يعني يساعدنا على عملية نقل الطاقة من الماء الساخن إلى خلايا الجسم عن طريق تغذية الخلايا بالماء، وهي الطريقة الوحيدة لنقل يعني نقل الطاقة بطريقة تغذية الخلايا بالماء.
ولا توجد طريقة أخرى، لأن الطريقة التي تسلفنا هي تؤدي إلى استخدام السوائل في الجسم أي جفاف. بالتالي استمتع بصحتك واستمتع بالماء الساخن وبمعدل 3 لترات للكبار والصغار أقل من ذلك، درجة حرارة تقريبا 50 درجة مئوية. هناك برنامج آخر لطريقة تناول الماء الساخن، طبعا هي طريقة واحدة، وهناك عدة طرق علاجية وفوائد صحية طبعا، وليس فقط العلاج والوقاية بل أيضا فوائد صحية عديدة للصحة المتكاملة، الصحة الشمولية لعناصر متكاملة، أي الصحة الجسدية والصحة النفسية، أي جوانب النفسية، الصحة الذهنية، قدرات اللاوعي، استنباط قدرات اللاوعي، الذكاء الخارق والأشياء هذه، وأيضا الصحة الروحية، علاقة الإنسان مع الخالق وعلاقة الإنسان مع المجتمع، يتأقلم مع تحديات الحياة والأشياء هذه. فكل هذا يكون الإنسان إلى أحسن خلق، إلى أحسن تقويم، وهو الماء الساخن كون هو المصدر الوحيد في خلقه وتكوين كل إنسان، وهو الماء الساخن الذي يكون الجنين بداخل رحم الأمة. طبعا ماء ساخن، استمتع بماء ساخن وقم بإحراق سعرات حرارية بشكل طبيعي دون مجهود، لا تتخوف من عملية التخلص من السموم لعملية إخراج المخلفات الأطعمة بشكل سريع وشكل أكثر من منتظم في بداية فقط، لكن بعد ذلك يعني يصير معتدل، وبالتالي تستمتع بالماء ساخن وبالصحة وعافية. ونسأل الله تعالى التوفيق لكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية والعمر المديد. بارك الله فيكم.